بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة تصحيح الامتحانات الوطنية لمادة علوم الحياة والأرض. بطبيعة الحال بالنسبة للمسلكين بجوج ديال تانية بكالوريا، مسلك علوم فيزيائية خيار فرنسية ومسلك علوم الحياة والأرض خيار فرنسية. الوغ وصلنا للامتحان ديال سنة 2017 ديال السيسيون دو غاتراباج ديال الدورة الاستدراكية ديال 2017، بعد ما صححنا سلسلة من الامتحانات ديال المسلكين بجوج. اليوم غنصحوا ان شاء الله هذا الجزء الاول من هذا الامتحان، هذا اللي قلنا هو جزء خاص بالاسئله ديال الحفظ. ديما الجزء الاول من الامتحان كيكونوا فيه اسئله ديال الحفظ، الاسئله اللي كيكونوا من قبيل ديفينيسي عريف، ولا شوازيسي لا بون ريبونس، اختار الاختيار الصحيح، ولا ريبوندر باغ فري او فو، اجب بصحيح او خطا، ولا ربط بسهم. دونك هادو هما النوعيه ديال الاسئله اللي كتحطينا في هذا الجزء الاول، وقلت لكم كيكونوا غير اسئله ديال الحفظ، يعني اسئله مباشره عارف ما عارفش. الوغ غنبداو بالسؤال الاول. قالوا لنا بور شاكون دي بروبوزيسيون نيميروتي دو 1 4 il y a une seule suggestion correcte. قلنا بالنسبة للاقتراحات المرقمة من واحد حتى ربعة، عندنا اختيار واحد اللي صحيح ولا اقتراح واحد اللي صحيح بالنسبة لكل سؤال. قلنا recopier les couples 1, 2, 3, 4 et adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. قلنا غتكتب في الورقة ديال التحرير ديالك غير رقم واحد والحرف المناسب ولا الموافق للإجابة الصحيحة. ما تكتب غير الرقم والحرف المناسب ليه والموافق ليه، بلا ما تبقى تكتب الجمله كامله وتضيع الوقت. مفهوم؟ السؤال الاول قالوا لنا لا غليكوليز اي تون ايتاب. قالوا لنا الغليكوليز هو واحد المرحله، كنعرفوا بلي غليكوليز كنا قلنا هي لا ديغراداسيون دو غليكوز اللي هي انحلال الغليكوز ولا تحلل الغليكوز باللغه العربيه. قلنا هاد الغليكو هاد الغليكوليز هو واحد المرحله، الاختيار الاول كوميون دو لا فيرمونتاسيون اي لا ريسبيراسيون، هو واحد المرحلة اللي مشتركة بين كل من التخمر والتنفس. هاد الحال التخمر والتنفس هما واحد النوعين من دو فوا ديفيرون ديال لا ديغراداسيون ديال لا ماتيار اورغانيك. اختيار بي قالوا لنا سبيسيفيك دو لا ريسبيراسيون، قالوا لنا هاد غليكوليز تيوقع ليا فقط ولا بالتحديد في الريسبيراسيون يعني في التنفس. بطبيعة الحال كنهضروا على التنفس الخلوي. اختيار سي سبيسيفيك دو لا فيرمونطاسيون لاكتيك، كنلقاو فقط هاد التحلل ولا هاد انحلال الجليكوز كنلقاوه في التخمر اللبني لا فيرمونطاسيون لاكتيك، ولا اختيار دي سبيسيفيك دو لا فيرمونطاسيون الكوليك اللي هي في انحلال ديال في التخمر الكحولي عفوا. الوغ بطبيعة الحال لا غليكوليز اللي هي انحلال الجليكوز قلنا كتوقع لنا فيها لا ديغراداسيون ديال الجليكوز، وفي لا فان ديال هاد المرحلة هادي ديال الجليكوليز تكون عندي واحد الكومبوزي اللي كنا سميناه لو بيوريفات ولا سمينا كذلك لاسيد بيوريفيك. الوغ هاد لاسيد بيوريفيك يقدر يديغرادا ليا في جوج ديال لي فوا ديفيرونت حسب لي كونديسيون، يا اما غيتم لا ديغراداسيون بارسييل ديال هذاك البيوريفات وبالتالي غيمشي ليا في واحد الفوا اللي ما غيكونش عندي فيه لا كونسوماسيون ديال لو ديوكسيجين اللي هو الفوا انايروبي، والفوا الاخر اللي هو فاش كيدخل ليا داك البيروفات ولا لاسيد بيروفيك كيدخل ليا الميتوكوندري، وكنا سميناه لا ريسبيراسيون سيلولير، ولا قلنا الفوا هاد الفوا هذا المسلك هذا كيتم فيه استهلاك ديال ثنائي الاكسجين وطرح ثنائي اكسيد الكربون، داكشي اللي سميناه فوا ديال الريسبيراسيون. دونك هاد الجليكوليز هو واحد المرحله اللي مشتركه بين كل من التخمر والتنفس. دونك الاختيار الصحيح هو الاختيار ا كوميون دو لا فيرمونتاسيون اي لا ريسبيراسيون. سؤال ثاني parmi les produits du cycle de Krebs، من بين النواتج ديال دوره كريبس ا لي كومبوزي ريدوي، واحد المركبات اللي كتكون مختزله، زائد لو ديوكسيد دو كربون ثاني اكسيد الكربون اي لاسيتيل كوانزيم ا اللي هو لاسيتيل كوا. الوغ اختيار بي le dioxyde de carbone, l'acide coenzyme A et l'ATP, les composés réduits, le dioxyde de carbone et l'ATP ou les composés réduits, l'acide coenzyme A et l'ATP, بالنسبة لاختيار D. Alors, بالنسبة للcycle de Krebs, قلنا أول حاجة كتكون هي l'association de l'acide CoA مع l'oxaloacétate. Donc, l'acide coenzyme A, ou bien les réactifs ou même bien les produits.
دونك اي اختيار عندنا فيه اسيتيل كوا لاسيتيل كوانزيم ا غادي نحيدوه، لان لاسيتيل كوا ماشي من لي برودوي وانما من لي رياكتيف اللي هما من المتفاعلات. ثاني حاجه السيكل كريبس كيعطيني لا برودكسيون ديال ان ا دي اتش اتش بلس وكذلك الاف ا دي اتش 2 اللي كنا قلنا هما سون دي كومبوزي ريدوي، زائد بطبيعه الحال البرودكسيون ديال سي او 2 وكذلك لا برودكسيون ديال لا تي بي. دونك ثلاثه ديال الحوايج سي او 2 زائد لا تي بي زائد لي كومبوزي ريدوي اللي هما ان ا دي اتش اتش بلس والاف ا دي اتش 2. دونك الاختيار الصحيح هو الاختيار سي لي كومبوزي ريدويت لو ديوكسيد دو كربون اي لا تي بي. بالنسبه للاقتراح الثالث قالوا لنا لي ميو فيلامون دو ميوزين سون بريزونت اونيكمون او نيفو دي، قالوا لنا دوك الالياف العضليه ديال الميوزين كيتواجدوا ليا فقط على مستوى اش، واش ا اختيار ا بوند كلير دو ساركومير دوك لي بوند كلير ولا لي بوند سومبر اختيار بي ولا اختيار سي لي بوند سومبر اي اون بارتي دو بوند كلير ولا اختيار دي لي بوند كلير اي اون بارتي دي بوند سومبر. الوغ بطبيعة الحال لي بوند سومبر كي تكونوا ليا من لي فيلامون اي بي لي هما لي فيلامون ديال الميوزين لي ميو فيلامون ديال الميوزين كي تكونوا ليا كذلك من لي فيلامون فان لي هما لي فيلامون داكتيد، ولاني كمعلومة لي فيلامون دو ميوزين كيكونوا ليا اونيكمون لي بوند سومبر. دونك هادوك الالياف ديال الميوزين كنلقاهم فقط في هذيك المنطقه الداكنه، بينما ديك البوند كلير اللي هي المنطقه الفاتحه كنلقى فيها غير لي فيلامون داكتين، مفهوم؟ دونك الاختيار الصحيح هو هادوك هو الاختيار بي لي ميو فيلامون دو ميوزين سون بريزونت اونيكمون او نيفو دي بوند سومبر دو ساركومير. الاقتراح الرابع قالنا لو روندمون انرجيتيك دو لا ريسبيراسيون اكسبريم، قالنا المردود الطاقي ديال التنفس يمكن نعبروا عليه هو اختيار ا لا كونتيتي جلوبال دينيرجي لاتانت دو غلوكوز ولا اختيار بي لو نومبر دو مولكول د تي بي سانتيتيزي ا بارتير دو لوكسيداسيون دو غلوكوز ولا اختيار سي لو بورسونتاج دينيرجي extrait sous forme d'ATP par rapport à l'énergie globale latente du glucose ou l'ATD, le pourcentage d'énergie extraite de l'oxydation du glucose sous forme de chaleur. Alors, le cours, quand j'ai dit comme juge des définitions du rendement énergétique, quand je dis comme la proportion d'énergie stockée sous forme d'ATP par rapport à l'énergie potentielle du glucose, ou quand tu as compris la définition, ou que tu comme le rendement énergétique, est le pourcentage d'énergie extraite sous forme d'ATP par rapport à l'énergie globale latente du glucose. Donc, l'énergie contenue dans l'ATP sur l'énergie globale immagasinée dans une mole de glucose. Donc là, farqna bin la respiration bin la fermentation. Donc là, on a par tabi'at hal le rendement de la respiration est beaucoup plus supérieur par rapport au rendement de la fermentation. Le mardoud taqi dial tanaffus el khalawi akbar bikathir min el mardoud taqi dial el takhammur. سؤال ثاني قالونا ريبوندي بريفمون aux questions suivantes. سؤال الاول ديفينيسي لا سفير بيدونكولي، عرف لينا هذيك الكريه ذات الشمرخ. الوغ الى عقلتوا على هذيك سفير بيدونكولي هي هذيك الكريه ذات الشمرخ اللي قلنا كتنتمي لنا لذاك المركب الاخير اللي هو لا تي بي سانتاز، يعني على مستوى هاد السفير بيدونكولي اللي كتملي لا سانتيز ديال لا دي بي، يعني ديال الATP باردون اللي كنا سميناها بلا فوسفوريلاسيون دATP، يعني تفسفور ديال الATP، يعني كنزيد واحد الاسيد فوسفوريك لادينوزين دي فوسفات باش كيتحول ليا الATP اللي هو لادينوزين تري فوسفات. كنا قلنا دونك هاد هو واحد المركب عبارة على واحد المركب بروتيني اللي كيتواجد ليا فاش في لا مومبران انترن ميتوكوندريال في الغشاء الداخلي ديال الميتوكوندريا. دونك
Vous pouvez écrire tout simplement, ce sont des protéines enzymatiques présentes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et qui interviennent dans la phosphorylation de l'ADP en ATP. Sous-elle, Tani, citez les protéines constitutives des myofilaments. Atteignant les protéines, les mucoïnes, l'alliance à l'adalie. Donc, maintenant, on a douché le nom des myofilaments. دونك نكتبو ليهم كاع البروتينات اللي تنعرفو. اول واحد هو لاكتين، ثاني واحد هو الميوزين، تروبونين و تروبو ميوزين. دونك هادو كلهم بروتينات اللي كتكون ليا الالياف العضليه. السؤال الثالث، غولي شاك فوا ميتابوليك او رياكسيون كيميك كي لوي كوريسبوند، ركوبي لي كوبل 1 2 3 4 اي ادريسي ا شاك نيميرو ا لا لتر كوريسبوندون. دونك قالوا لنا هنا ربط لينا كل مسار مع التفاعلات اللي تيوقعوا فيه. دونك قالوا لنا اكتب رقم واحد وكتب لينا الرياكسيون بيوشيميك اللي تيوقعوا فيهم، الحرف الموافق للتفاعلات اللي تيوقعوا ليا في كل رقم من هذوك الارقام. دونك رقم واحد عطاونا فيرمونتاسيون الكوليك، تخمر الكحولي. جوج ريسبيراسيون سيلولير اللي هو التنفس الخلوي. ثلاثه الجليكوليز، اربعه لا فيرمونتاسيون لاكتيك. نبداو باول واحد اللي هو لا فيرمونتاسيون الكوليك، التخمر الكحولي. الوغ اللي مشينا للتفاعل الاول اللي عندنا في لي رياكسيون بيوشيميك، عندنا ا، دونك عندنا ديما سي 6 اش 12 او 6 اللي هي كتمثل ليا موليكول ديال الجليكوز، جزيء ديال الجليكوز. دونك اول حاجه كتبان ليا تما بلس 6 او 2 بلس 6 ديال لي ازودو، يعني 6 ديال جزيئات ديال الاكسجين. فيرمونتاسيون بما انها سميتها فيرمونتاسيون، اذا ما كتدخلش ليا فيها ثنائي الاكسجين، كتملي هي فواحد الوسط بدون تدخل ثنائي الاكسجين، داكشي علاش سميناها فيرمونتاسيون. دونك اختيار الاول بطبيعه الحال ما غيكونش هو بلا ما نكمل، مفهوم؟ بما انه عندي ثنائي الاكسجين اذا راه خطا ماشي فيرمونتاسيون الكوليك. نمشي للاختيار الثاني، اختيار الثاني عندي سي 6 اش 12 او 6 بلس 2 ا دي بي بلس 2 بي اي، عندي 6 ديال الجزيئات ديال، عندي عفوا جزيئه وحده ديال الجليكوز زائد جوج ديال جزيئات ديال لا دي بي زائد جوج بي اي. شنو عطاوني؟ عطاوني 2 سي اش 3 سي اش او اش سي او او اش بلس 2 ا تي بي. دونك عطا جزيئه ديال الجليكوز عطاتني جوج واحد جزيئات اللي بطبيعه الحال هادوك بما انه في الاخر عندي فيهم سي او او اش، اذا شنو هما دوك؟ عباره عن واحد لاسيد، هذيك فونكسيون اسيد بطبيعه الحال. فونكسيون اسيد، انا شنو كنعرف شنو هو الاسيد اللي ممكن يتكون ليا؟ ممكن يتكون ليا في هاد الحاله هادي اشنا هو هذاك؟ هذاك عباره على اسيد لاكتيك، هذاك عباره على اسيد لاكتيك اللي هو الحمض اللبني، ولكن سميناه كذلك اللاكتات. دونك هذاك عباره على حمض لبني، اذا ماشي هي لا فيرمونطاسيون الكوليك. ولكن بما ان عرفت بما ان هذيك فيرمونطاسيون شنو سميتها، هذا التفاعل كيؤدي للتكون ديال لاسيد لاكتيك، اذا هذاك التفاعل بي هو عباره على التخمر اللبني اللي هو الاختيار ربعه. دونك بي كتوافق ليا ربعة. ندوز للاختيار سي، الاختيار سي عندي فيه نفس الشيء كيتعاود، ولكن هاد المرة باش بلا ليبراسيون ديال دو سي او دو، بالتحرير ديال جوج ديال الجزيئات ديال سي او دو ديال ثاني اكسيد الكربون، وهاديك الكومبوزي اللي تشكل ليا تما سي اش 3 سي اش 2 او اش. الوغ لا فونكسيون او اش بطبيعة الحال هي واحد لا فونكسيون لي الكول، ليا الكحول. دونك هذيك المكون اللي تكون عندي تما فهو عباره على واحد الكحول، دونك هذيك هي لا فيرمونطاسيون الكوليك. دونك رقم واحد نقدر نربطو مع اختيار سي. بقاو ليا جوج اللي هي لا ريسبيراسيون ولا غليكوليز. نمشيو لا ريسبيراسيون سيلولير اللي هي التنفس الخلوي. الوغ لا رياكسيون جلوبال ديال لا ديال لا ريسبيراسيون سيلولير بطبيعه الحال قلت لكم خصكم تحفظوها عن ظهر قلب، جزيئه وحده ديال الجليكوز زائد 6 ديال الجزيئات ديال ثنائي الاكسجين. دونك بما انه عندي هنا في لي رياكتيف عندي ثنائي الاكسجين، فراه بطبيعه الحال هذه هي لا ريسبيراسيون. دونك زائد 38 ا دي بي زائد 38 بي اي كتعطيني لا ليبراسيون ديال 6 ديال الجزيئات ديال ثنائي اكسيد الكربون زائد 6 ديال الجزيئات ديال لاش دوزو الماء زائد 38 ا تي بي. دونك هذه هي لا رياكسيون ديال لا ريسبيراسيون سيلولير. ولا غليكوليز بطبيعه الحال بقى لنا اختيار واحد اللي هو الاختيار دي، دونك سي 6 اش 12 او 6 زائد 2 ا دي بلس زائد 2 ا دي بي بلس 2 بي اي دون 2 ا تي بي بلس 2 سي اش 3 سي او سي او اش
بلس 2 ان دي اش اش بلس، هذاك الكومبوزي اللي تشكل ليا تما فهو لاسيد بيريفيك ولا لو بيريفات. وكان كنكونو سالينا هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، غوكوبيي لا لتر دو شاك سوجيستيون، قالوا لنا كتب لينا الرقم ديال كل اقتراح، ايكريفي دوفون شاكون ديل فغي او فو، وكتب قدام كل حرف كتب لينا واش صحيح او خطا. اختيار الاول ا، لي رياكسيون دو سيكل دو كريبس برودويز دي ديوكسيد دو كربون اي كونسوم دو ديوكسيجين. تفاعلات ديال دوره كريبس، قلنا كاين تجو لينا ثاني اكسيد كربون وتيستهلكوا لينا ثنائي الاكسجين. الوغ بطبيعه الحال خطا، لان تفاعلات ديال دوره كريبس لي رياكسيون ديال سيكل دو كريبس كاين تجو لينا ثاني اكسيد كربون صحيح، ولكن ما تيستهلكوش لينا ثنائي الاكسجين. اختيار بي، لو رينوفلومون دي مولكول د تي بي سو في ا بارتير دو لا فوسفوريلاسيون دي مولكول د تي بي، تجديد ديال الجزيئه ديال لا تي بي كيتم لينا عبر الفوسفوريلاسيون ديال لا دي بي. بطبيعه الحال صحيح، لان لا دي بي هو لادينوزين دي فوسفات، وبالتالي فاش كتبقى لي لا فوسفوريلاسيون يعني كنزيدو ليه واحد الفوسفور، اش كتولي عندنا؟ كيولي عندنا لادينوزين تري فوسفات اللي هو لا تي بي، ثلاثي الفوسفات. مفهوم؟ دونك باختيار لي صحيح. اختيار سي، Les mitochondries sont des organites dans lesquels se déroule la respiration ou la fermentation selon la présence ou l'absence du dioxygène. Les mitochondries sont des organites dans lesquels se déroule la respiration ou la fermentation selon la présence ou l'absence du dioxygène. Les mitochondries sont des organites dans lesquels se déroule la respiration ou la fermentation selon la présence ou l'absence du التنفس، عملية ديال التنفس وماشي التخمر، لأنه إلا ما كانش عندي ثنائي الأكسجين فغيوقع لي التخمر، ولكن ماشي لداخل ديال الجزيئات، ماشي لداخل ديال العضيات ديال الميتوكوندري، وإنما في الإيالوبلازم في السيتوزول. اختيار دي، لو ساركومير إي لا بلي بتيت يونيتي ستركتورال دو لا فيبر موسكولار كي بو سو كونتراكتي. صحيح، الساركومير هو لا بلي بتيت، هو أصغر وحدة بنيوية ديال الليف العضلي اللي كتقدر انها تقلص. صحيح، الساركومير هو البتيت يونيتي ستركتوريل وكذلك فونكسيونيل ديال الفيبر موسكولير. وهكا نكونو سالينا التصحيح ديال هذا الجزء الاول، ونتلاقاو في الجزء الثاني ان شاء الله.